النجوم يتوافدون على مستشفى الصفا لإلقاء نظرة الوداع على سمير غانم. توافد عدد من النجوم على مستشفى الصفا التي توفي بها النجم الكبير سمير غانم قبل ساعات لإلقاء نظرة الوداع على غانم ومؤازرة أسرته، خاصة بعدما قررت عدم إقامة عزاء للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب عدم تماثل الفنانة دلال عبد العزيز للشفاء. وتواجد بالمستشفى أسرة النجم الراحل وعلى رأسهم ابنتيه إيمي ودنيا وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وشقيقة سمير غانم التي انهارت وجلست أمام المستشفى وانخرطت في بكاء حاد، وتجمع المارة وزوار المستشفى حولها لمواساتها. وحضر الفنان والمنتج هشام جمال والفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان الشاب عمرو وهبة والفنانة ميرفت أمين، التي تعد من المقربات من الفنانة دلال عبد العزيز التي لا تزال حالتها الصحية غير مستقرة بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الفنانة وفاء عامر. وتوفي الفنان الكبير سمير غانم قبل ساعات عن عمر يناهز 84 عاما إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بخلل في وظائف الكلى، إذ قضى عدة أسابيع بالعناية المركزة بالمستشفى. ويشيع جثمان النجم الراحل من مسجد المشير عقب صلاة الجمعة غدا، بينما يتواصل توافد النجوم على مستشفى الصفا لإلقاء نظرة الوداع على النجم الراحل سمير غانم بحضور أسرته وشقيقته وأقاربه. تواصل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز العلاج من فيروس كورونا، إذ لا تزال حالتها حرجة وتعاني من نقص الأكسجين. وجاءت آخر نتيجة لتحليل فيروس كورونا لها صباح اليوم إيجابية، وعلمت بعض المصادر من أسرة النجم الراحل أنهم لا يزالون حتى الآن يخفون خبر وفاة سمير غانم عن الفنانة دلال عبد العزيز حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتقل مناعتها أكثر. وتوفي سمير غانم قبل ساعات عن عمر يناهز 84 عاما إثر مضاعفات وخلل في وظائف الكلى بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أسابيع، ويجري تشييع جثمانه غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير. وحضر قبل قليل الفنان كريم فهمي وزوجته والفنانة وفاء عامر والإعلامية بوسي شلبي، وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس وإقامة العزاء على المقابر فقط. رامي رضوان ناعيا سمير غانم وداعا حبيبي. أعلن الإعلامي رامي رضوان وفاة الفنان سمير غانم، وكتب منذ قليل عبر حسابه في موقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا حبيبي. أما عن وصية سمير غانم، فقد أوصى سمير غانم زوج ابنتيه دنيا وإمي سمير غانم بابنتيه ومعاملتهم معاملة خيرة، وذلك أثناء حفل الزواج. نجوم الفن ينعون سمير غانم، ورسالة مؤثرة من عادل إمام. حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على نعي الفنان المصري سمير غانم الذي وافته المنية الخميس، وامتلأت حسابات النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة تعبيرا عن حالة الحزن التي ألقت بظلالها على الجميع. فكتبت الفنانة التونسية هند صبري عبر فيسبوك قائلة: فنان من طراز نادر، كنت أشعر دائما أنه فرد من العائلة، وهو من أكثر من كانوا يضحكوننا ويخرجون من أي حالة نفسية بمجرد مشاهدة أي مشهد له، وداعا آخر أضواء ثلاثي المسرح الجميل. وقالت وزيرة الثقافة المصرية إناس عبد الدايم في بيان:
الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فزة، وأضافت أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة. شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها. أما الفنان عادل إمام فقال: مع السلامة يا سمير، مع السلامة يا حبيبي، هتوحشني أوي. وأعرب الفنان أحمد مكي عن حزنه الشديد لرحيل سمير غانم، وقام بنشر صورة له عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، وأرفقها بتعليق قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفنان الكبير سمير غانم، خالص التعازي لأسرة الفنان الكبير. أما الفنانة نانسي عجرم فكتبت: حزين خبر رحيل قامة فنية كبيرة مثل سمير غانم، أحر التعازي لعائلته، وبتمنى من كل قلبي الشفاء لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز يا رب. وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: نجم جديد بيودعنا بعد مسيرة طويلة من الأحلام اللي زرعها وتركها للمكتبة العربية بكاملها. سمير غانم الله يرحمك ويجعل مسواك الجنة، الحياة ظالمة وسرقتك من دون ما نقدر نودعك مثل ما بتستحق. فيما تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام مع الحدث الحزين، ونشرت صورة الفنان الراحل وغردت قائلة: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وذرية خيرا من ذريته، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مرات عدود الى جنات الخلود. ونشر المطرب اللبناني راغب علامة صورة جمعته بالفنان الراحل خلال احدى الحفلات وعلق: رحمة الله عليك يا حبيبنا وحبيب الملايين ورفيق الأجيال. رحل الكبير سمير غانم بعد أن أسعد الناس على مدى أكثر من 50 عاما، البقاء لله. ومن جهتها قالت كارول سماحة عبر حسابها في تويتر: ما أصعب هذه الأيام التي نمر بها، وما أبشع الطريقة التي نخسر فيها أحباءنا. حزينة جدا على رحيل الفنان الكبير سمير غانم، يا من أضحكنا بروحه الحلوة وأعماله المبهجة والمفعمة بالأمل. أتقدم بأحر التعازي من دينا إيمي وحسن وجميع محبيه في العالم العربي. وغردت الفنانة نيكول سابا عبر تويتر: يا الله يا الله على الخبر الصادم والكئيب ده، الله يرحمك يا صانع البهجة والضحكة على قلوب الناس كلها، ربنا يصبر بناتك دنيا وإيمي ومدام دلال على فراقك نجم الكوميديا. ومن جانبه قال أكرم حسني وداعا أسطورة الكوميديا سمير غانم: مفيش كلام يوفي مكانتك وأهميتك في حياتنا كلنا، ربنا يرحمك ويصبر كل الملايين اللي بيحبوك على فراقك، وخالص التعازي لمدام دلال ودنيا وإيمي، ربنا يصبركم. من جهتها قالت اللبنانية يارا: رمز من رموز السينما المصرية وكبار الفنانين والممثلين من الزمن الجميل الذين لن يتكرروا، وربينا على فنهم وحبهم، وشخصيا بحبه ومتأثرة بكل أفلامه. رحم الله سمير غانم، أحر التعازي لنا ولكل محبيه وعائلته.